وجهنا الدعوة اليوم إلى عدة ولايات جوارية اللي هي ولاية غردايا، المنيعة، عين صالح، إليزي، الوادي المغير تكورت، من أجل تنظيم السنة القادمة دورة وطنية. ورصدنا عدة جوائز قيمة من العشر الأوائل، وراح يشرف على هذه العملية مجموعة من حكام استفادوا من عدة دورات تكوينية في التحكيم، وكذلك مجموعة ما يقارب 20 مصحح كذلك استفادوا من دورات تكوينية. وراح يشرف على العملية خبير في الحساب الذهني، وهو السيد صالح الشحيش من ولاية ميلا، اللي عنده تجارب دولية في الحساب الذهني،